السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني بما أنها آخر حلقة لينا في خلال هذا الأسبوع، فمش هنكون موجودين بكرة معاكم على الهوى لتغطية الحقيقة جزء مهم جدا هيكون موجود في زيارة جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر، الجزء اللي هو يتعلق بالكلمة اللي هيلقيها في البرلمان، ودي الحقيقة سابقة أولى بتحصل وسابقة مهمة جدا وليها دلالات بالغة الأهمية. النهاردة كان في دلالات كثيرة جدا ومهمة موجودة. النهاردة اللقاء المهم جدا اللي أجراه جلالة الملك مع قداسة البابا بطريرك القاهرة والإسكندرية أو الإسكندرية، اللي دار حوالين التسامح ودار حوالين إزاي النهاردة الأديان تتلاقى لصالح الإنسان، ولقاء هام جدا مع فضيلة شيخ الأزهر. ما نتج عنه مهم، ولكن رمزية هذه اللقاءات مع وجود رجال أعمال، مع وجود رجال صحافة وإعلام، مع اهتمام كبير موجود مش بس في مصر وفي المملكة، ولكن الاهتمام موجود في المنطقة العربية بشكل عام وموجود في العالم أيضا، حتى لو حاول العالم ان هو يدور وشه عشان يقول لا لا ده موضوع بينكم وبين بعض، تقابلوا بعض زي ما انتوا عايزين. لا، هم اللي فيهم نوايا طيبة باصص للموضوع بشكل ايجابي جدا، اللي نوايا سيئة لمصر وللسعودية وللعرب بشكل عام النهاردة بيقزم غيظه عشان خاطر هو يعلم ان في خطوة بتتاخد للامام، إن هذه الأمة اللي عادة كل ما بتتحرك خطوة لقدام بتيجي حاجة ترجعها لورا تاني، المرة دي إن شاء الله لن تكون هناك انتكاسات، هيكون في تقدم على كل الملفات، وهتبقى بعض وجهات النظر فيها اختلاف، مش عيب، يعني ما هياش حاجة نزعل منها ونقول إزاي نبقى مختلفين على بعض الموضوعات، نبقى مختلفين لكن نبقى متفهمين إيه اللي بيحصل هنا وهناك. طبعا مجموعة من الاتفاقيات الاقتصادية تم توقيعها ليها أهمية بالغة، 17 اتفاقية، وكلام لسه بيتقال عن مجموعة من المفاجآت. وتحالف أسيك كابيتال وقع اتفاقية عشان يتم إنشاء أكبر مدينة صناعية بالتعاون مع هيئة خريطة السويس، ده تحالف مكون من مجموعة شركات سعودية وإماراتية ولبنانية، هينمي حوالي 5 مليون متر مربع في مشروع 6 مليون متر مربع، زادوا مليون في الشوية اللي فاتت دول، في محور قناة السويس. يعني هنتكلم عنه بتفاصيل أكتر، لأن احنا يعني معانا الأستاذ أحمد صبري درويش عضو الهيئة التنفيذية لتحالف أسيك كابيتال. أهلا بحضرتك. أهلا بيك. لكن أنا عايز أرحب بوجه خاص الحقيقة بضيفين كريمين على مصر وعلى القاهرة 360. اسمحوا لي أرحب بالأستاذ خالد أبو علي، رئيس تحرير جريدة الشرق السعودية. أهلا بحضرتك، متشرفين منورنا. وارحب بالكاتب السعودي عبد الله بن بجاد العتيبي، المتخصص في الشؤون السياسيه والباحث في الحركات والتيارات الاسلاميه. اهلا وسهلا، متشرفين منورنا. اهلا وسهلا. يعني نبدا كده ناخد الموضوع الاقتصادي كده. النهارده المؤتمر النهارده صباحا، حضرتك راضي عنه؟ راضي عن نتائجه؟ راضي عما خرج المؤتمر، ما خرج له المؤتمر؟ طبعا المنتدى كان في حضور جيد جدا يرقى للامتياز، وفي تواجد من الجانبين. النهارده تم الاعلان على اكثر من شركه، سواء شركه جسور اللي اعلن عنها الشيخ صالح كامل رئيس مجلس العمال المصري السعودي، اعلن عن اكثر من اتفاقيه خلال المؤتمر، كان في مجموعه من اللقاءات الحواريه سواء في جانب الزراعه او في الطاقه، فالمؤتمر كان اكثر من رائع. طب احكي لنا على التحالف، تحالف أسيك كابيتال، وموضوع الخمسة مليون اللي بقوا ستة مليون، هم زادوا ولا هم كانوا أصلا ستة؟ لا لا، هم يمكن الخبر بس الإعلام قال لهم خمسة. لا، هو تحديدا هي 6 كيلو متر مربع في منطقة شمال غرب خليج السويس، وتم الإعلان النهاردة عنهم في قصر عابدين أمام ملك سلمان وسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودول عبارة عن تطوير للستة كيلو، هيتعمل فيهم منطقة صناعية تجارية في منطقة العين السخنة، وهتشمل مجموعة من القطاعات في قطاع السيارات، قطاع مواد البناء، وقطاع الصناعات الغذائية، وقطاع الصناعات
الصناعات التحويليه والعديد من الاشياء المرتبطه والصناعات المرتبطه بتلك الصناعات. ايه اللي بيميز المنطقه دي بالذات عن غيرها؟ من احنا سامعين ان في الصينيين ابتدوا يعملوا نغلوا، يعني ايه اللي بيميز دي على انا اقول لحضرتك حاجه، يمكن احنا لما جينا ندرس المنطقه دي احنا كان لينا شويه فاكتورز وقفنا عندها. يمكن اهم ثلاث اشياء اهتمينا بيهم جدا في المنطقه ان هي منطقه جديده لسه، فانت تقدر تعمل البنيه التحتيه بشكل جيد. صحيح الرقم ده 300 مليون دولار للبنيه التحتيه؟ 300 مليون دولار شامل بعض المبالغ اللي هتدفع كايجارات على مدار الجزء الاولاني في المرحله الاولى. انما احنا كنا بنتكلم مثلا النهارده منطقه العين السخنه التشعات فيها كويسه جدا، قانون 83 سنه 2002 اللي بينظم العمليه الاقتصاديه والقانونيه جوه قناه السويس كان اكتر من رائع. عمليه الشباك الواحد النهارده طبعا احنا بنهني نفسنا قبل ما بنهني مصر بوجود الدكتور احمد درويش كرئيس هيئه قناه السويس. الشركه بقت تتاسس النهارده في يوم واحد وزي ما اعلن عنه النهارده. حاجه ثالثه المكان، المكان النهارده انا بستفيد من كصناعه لما اجي اعمل كل القطاعات ديت. احنا بنتكلم على 120 مصنع على مدار من 5 لـ7 سنوات هيستفيدوا من الاتفاقيات اللي ماضي عليها مصر كلها، سواء اغادير سواء الجافته سواء الاتفاقيه الاوروبيه سواء الكوميسا، فالموقع والتشريعات مناخ الاستثمار. يعني في الاماكن دي في 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 هذه المنطقه في اماكن اعاشه للعمال؟ طبعا احنا عندنا من ضمن الستة كيلو في مكان هيتعمل فيه للليبر هاوزنج، مكان للاقامه بتاعت العمال واللي هيشتغلوا في المناطق الصناعيه دي. طيب خلينا نتكلم بعد اذن حضراتكم، نتكلم عن الزياره بقى بشكل عام. يعني احنا شايفينها من منظور، وكان عندي يعني برضو ايضا بعض الزملاء من مجال الاعلام والصحافه من المملكه العربيه السعوديه يوم الخميس ومع بدايه الزياره، انا شايف يعني اقليميا تصاعد وتيره الاحتفاء بهذه الزياره من الجانب الاماراتي، من الجانب البحريني، من جانب الاشقاء عموما. يعني أحب أسمع رأي حضراتكم، كيف ترون هذه الزيارة بعد انقضاء حوالي يمكن 4 أيام من الزيارة أو 3؟ إذا تسمح لي بس أبدأ تعليقي بجملة أؤمن فيها بشكل كبير. الضربة التي لا تقسم ظهرك تقوي. هاي في الفترة اللي فاتت تعرضت مصر تحديدا والمملكة العربية السعودية ودول الخليج إلى ضربات قوية في الداخل المصري من الإرهاب على مستوى دول الخليج العربي. النتيجة قوة أكثر وتماسك أكثر بين دول الخليج وما بين مصر تحديدا. الزيارة طبعا يحق لنا أن نصفها أنها بزيارة تاريخية. اللي تحقق في الزيارة أوكي برؤية الملك سلمان ورؤية الرئيس السيسي، الرئيس عبد الفتاح السيسي، حققت أكثر مما كنا نطمح إليه. زيارة وطدت العلاقات. أنا ما أعتقد اللي حصل أمر استراتيجي فقط، أعتقد أنه شراكة طويلة مدى سيكون لها أثار إيجابية. أنا ما أتحدث هنا عن المسألة الاقتصادية فقط، عن الاستثمار أتحدث عن قوة في وجه العالم. السعودية ومصر جناحي الأمة الإسلامية وليست العربية فقط، والرئة التي تتنفس منها الأمة العربية بشكل عام. الآن كل الأخطار المحدقة في الأمة العربية ستتلاشى في وجود قوة تتمثل في المملكة العربية السعودية ومصر العربية. لو افترضنا أن الزيارة ما نتجت إلا عن ترسيم الحدود البحرية وهذه النتائج الرهيبة التي حصلت لكفاها، فما بالك بالنتائج الأخرى الاقتصادية والاتفاقيات التي وقعت والاتفاقيات الغير مسبوقة في تاريخ، أنا أعتقد في تاريخ الأمة العربية، وهذه راح يكون لها انعكاس كبير في المستقبل. النقطة الأهم، خلال 139 يوم ومن خلال طبعا المجلس التنسيق الأعمال برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس الوزراء المصري، استطعنا خلال الفترة القصيرة أنها تفرز عن هذه النتائج الكبيرة. هذا أيضا عمل غير مسبوق، ونكون واقعيين في عالمنا العربي ممكن نحن نجتمع سنوات طويلة من أجل الخروج بنتيجة، نتيجة مشروع. اللي جالس يحصل اليوم شيء غير مسبوق على مستوى تجاربنا السابقة بتقول كده. صحيح صحيح. فهذه نقطة جدا جدا مهمة.
أنا أتوقع أنه التنفيذ راح يكون بشكل أسرع وبوتيرة أسرع، وراح تكون النتائج منعكسة على البلدين. أنا وجهة نظري مصر ليست بحاجة إلى هبات، ليست بحاجة إلى هبة، ليست بحاجة إلى استثمارات تعد على سبيل الهبة. استثمار مشترك متبادل، مصر أرض الثقافة، أرض العلم، أرض الاقتصاد، أرض الذهب. في دول أخرى سحبت استثماراتها من مصر في فترة من الفترات. السعودية الآن جالسة تعيد هذه الثقة للأرض المصرية، للاستثمار في الأرض المصرية وبشكل كبير أيضا، وهذا اللي راح يحصل سواء دول الخليج أو دول العالم بشكل عام. نعم. أتحدث عنها. نعم. طيب يعني أستاذ عبد الله، يعني كنا بنسمع من القيادة السياسية هنا وهناك في خلال الفترة الماضية أن العلاقات طيبة، وكنا احنا في الإعلام بنتوجس لأننا كنا نقول لا، ما هي هم بيقولوا كده واحنا نفسنا نصدق كده، لكن مين كده؟ فالموضوع ده انقطع تماما التفكير فيه او الشك فيه في خلال هذه الزيارة. ليه ما كانتش القيادتين المصرية والسعودية بهذا الوضوح اللي شايفينه قدامنا النهاردة خلال الفترة الماضية؟ بدون ما نتطرق للتاريخ العريق بين الدولتين والشعبين على مدى العقود الماضية، أنا أعتقد نحن اليوم نشهد دولة مصرية جديدة، وأيضا نشهد في السعودية قيادة الملك سلمان ذات الأسلوب الجديد والمختلف أيضا في إدارة الدولة وإدارة العلاقات السياسية والاقتصادية. فاليوم السعودية ومصر تقودان العالم العربي وتقودان العالم الإسلامي، وهما أهم دولتين في العالم العربي، والتحالف القائم بين السعودية ودول الخليج ومصر هو في الحقيقة هو اللي يقود الدول العربية، وهو الذي يمثل طموحات الشعوب العربية. يعني اليوم زيارة الملك سلمان مع كل هذه الاتفاقيات التاريخية، مع كل هذا التصعيد لقوة العلاقة ومتانتها بين السعودية ومصر، يضع أقدام راسخة على طريق طويل من البناء ومن الشراكة ومن مواجهة التحديات. يعني هناك الاتفاقيات اللي وقعت اليوم بالتأكيد سيكون هناك مثلا اختلاف في مواضيع التنفيذ، اختلاف في مواضيع التوجه، اختلاف في مواضيع، هذا أمور طبيعية تحدث. دي بقى فنيات فنيات، ولكن التوجه العام اللي مبني عليه التحالف الاستراتيجي بين السعودية ومصر، هذا التحالف اليوم يقود العالم العربي. ولكن هل يعني هذا التحالف أن هناك تطابق في الرؤى بين السعودية ومصر بشكل كامل؟ هذا لا يمكن أن يحدث، هذا لم يحدث في التاريخ ولن يحدث في المستقبل. التحالفات تقوم على أعمدة كبرى، على مباني أساسية، على مصالح مشتركة، ثم يكون هناك مجال لكل حليف أن يصنع سياسات في بعض الأمور الجانبية التي لا تؤثر على الأسس، أن سواء في السياسة، سواء في الاقتصاد، سواء في المجالات كافة المجالات الأخرى. المهم أن هذا التحالف اليوم يقود العالم العربي. يعني شكك الكثيرون مثل ما ذكرت في سؤالك أن العلاقات بين السعودية ومصر قد تشهد انخفاض أو أزمة. تشهد أزمة. يعني كنا حضرتك أكيد كنا كلنا مستشعرين في حاجة يا جماعة، ما مش ممكن كل الكلام اللي داير ده يعني دخان بلا أو نار بلا دخان. أو الواقع أنه صار دخان بلا نار. نعم. وكان إشاعات مغرضة، وكان هناك حملة إرجاف منظمة لدق إسفين في علاقات المملكة العربية السعودية مع مصر، لأجل تقودها أطراف معروفة ومعروفة أهدافها، أطراف عدوة لمصر، عدوة للسعودية، عدوة للشعوب العربية. ولكن هذه الأطراف اليوم فشلت فشل ذريع في إيصال رسالتها، وكانت هذه الزيارة بكل التاريخية بكل ما احتوته من تفاصيل هي أبلغ رد على مثل هؤلاء الخصوم. نعم. طيب برضو النهاردة أن الزيارة لو كانت تمت بالشكل الرسمي العادي جدا، وكانت هناك لقاءات بين جلالة الملك وفخامة الرئيس والحكومتين التقوا ورجال الأعمال التقوا واكتفينا على كده، كنا نقول 10/10 الزيارة ناجحة ولا يمكن أن تكون أفضل مما كان. لكن النهاردة أضيف إليها زيارة البرلمان،
وكلمة جلالة الملك، اللقاء بفضيلة الإمام الشيخ الأزهر، واللقاء بالبابا تواندروس. يعني إيه؟ وهذا آسف سؤال لي ولا؟ لا حضرتك تفضل. لو لاحظت اليوم أنا حضرت زيارة الملك للأزهر الشريف. نعم. وصلاة الملك في صلاة تحية المسجد في المسجد الشريف. نعم. الملك سلمان كأنه في الحرم المكي أو الحرم النبوي. إحنا نتحدث عن كأنه الملك سلمان في بيته. إحنا كسعوديين نعتقد إنه مصر بيتنا الثاني، وهذا حقيقة. استقبال الملك أو المشاريع اللي دشنت اليوم، سواء التطوير أو مركز البحوث أو إلى آخره، الملك سلمان كان حريص على أنه فعلا يوجه رسالة للشعب المصري، أنه الشعب المصري والشعب السعودي شعب واحد لا يفرقهما شيء. هي يمكن خرجت عن البروتوكول بالشكل الكامل اللي تكلمنا عنه، أنه زيارة، التقاء حكومات، توقيع اتفاقيات. الملك وكنا نبقى راضين جدا على فكرة لو كان الموضوع وقف عند كده، كنا الطرفين هيبقوا راضين جدا. نعم. زيارة الخمسة أيام، الكلمة أمام البرلمان، جامعة سيناء، حنا نتكلم عن حزمة كاملة، نتكلم عن علاقة متكاملة، علاقة زي ما تفضل الرئيس السيسي وقال علاقة استراتيجية متكاملة. أوكي، ستدفعنا إلى أن احنا نقف في وجه الأخطار كاملة على مستوى العالم العربي، على مستوى العالم الإسلامي، مشاركة كاملة زي ما تفضل الأستاذ عبد الله. قد لا نتفق في كل الرؤى، ولكن الأساس فيه اتفاق كامل ما بين المملكة العربية السعودية وما بين مصر. كنت بتكلم أنا، كان بمناسبة الموضوع ده، يعني كانت وكالة فارس كانت حاطة من فترة لما فضيلة الإمام زار جلالة الملك في المملكة العربية السعودية وقال له ألقاك في مصر تعالى زورني، فحطوا المقولة المنسوبة لسيدنا علي رضي الله عنه: إذا رأيتم العلماء على أبواب الملوك فبئس العلماء وبئس الملوك، وإذا رأيتم الملوك على أبواب العلماء فنعم العلماء ونعم الملوك. رغم ان بعض الناس تقول انه حديث شريف، وبعض الناس تنسبه الى سيدنا علي، يعني بعض العلماء افاد بان لا صح الحديث، ولكن هم رفعوه من على الموقع بتاعهم لما عرفوا ان جلالة الملك هيزور فضيلة الشيخ في الازهر، خافوا لا يقولوا عليه نعم الملوك ويقولوا على الامام ان هو نعم العلماء. النهاردة برضو مغزى كل هذا بالإضافة إلى الشكل الطبيعي للزيارات المماثلة. أنا أعتقد الكلام فيه أكثر من مجال، فيه الكلام على الشق الإيراني وفيه الكلام على الشق الديني. نعم. يعني أنا أعتقد من الأهمية بمكان أنه الناس تعرف أنه سياسة المملكة العربية السعودية كانت التواصل مع الشعوب العربية والدول العربية بدون اعتمادا على المصالح والمبادئ الكبرى، المبادئ الأخلاقية، المصالح السياسية والاقتصادية، وكانت تتعامل مع كافة أطياف الشعوب العربية باختلاف أديانها، باختلاف مذاهبها، باختلاف طوائفها على قدم المساواة. يعني السياسي السعودي كان طول تاريخه لا يسأل الطرف العربي الآخر ما هو دينه وما هي طائفته وما هو مذهبه، ما دام هناك مشروع، ما دام هناك قرار يخدم الدول العربية، يخدم الشعوب العربية، فالسعودية دائما معه. اليوم اللقاء أيضا التاريخي بين الملك سلمان والأنبت توادرس، البابا توادرس، فيه رسالة مهمة. الأقباط في مصر هم المعدن الأصيل للشعب المصري، هم الأقدم في مصر، هم كانت لهم علاقات طيبة مع الإسلام. المقوقص عظيم الأقباط في مصر أرسل ماريا القبطية هدية للرسول صلى الله عليه وسلم. العلاقات منذ القدم كانت علاقات طبيعية وعلاقات إنسانية، وفي النهاية الإنسان سيلاقي ربه بدينه. يعني الأديان لا يفترض أنها تتدخل في رسم سياسات الدول أو في علاقات الشعوب مع بعضها في النهاية، إلا بالحسنى بالتأكيد. لكن لما تأتي مثلا تعقيبا على الشق الآخر، دولة مثل إيران أو الجمهورية الإسلامية في إيران والثورة التي كانت تعرف بالثورة الإسلامية في إيران اللي قامت 79، هناك استخدام للدين وللطائفة كسلاح سياسي
موجه تحديدا ضد الدول العربية. لما الخميني أطلق مبدأ تصدير الثورة كان يقصد به تصدير الثورة للدول العربية. واليوم بعد 37 سنة يفتخر بعض قيادات إيران أنهم يحتلون 4 عواصم عربية، أنهم يحتلون بغداد، أنهم يحتلون دمشق، أنهم يحتلون بيروت، أنهم يحتلون صنعاء. اليوم وبعد سنة ولله الحمد من حكم الملك سلمان وعاصفة الحزم كان هناك أبلغ رد على كل المشككين في العلاقات بين البلدين. يعني عاصفة الحزم السعودية دعمت مصر في أزمتها في مرحلة ما بعد الفوضى في عام 2011 ودعمت استقرار الدولة المصرية ووقفت معها. الرئيس السيسي صرح أكثر من مرة أنه أمن الخليج خط أحمر، وقال كرر عبارة أيضا مسافة السكة، وكان الناس يشككون في هذا الكلام وأن مصر لن تصنع شيئا. عندما دقت ساعة الصفر ودقت ساعة الحرب في عاصفة الحزم لإنقاذ اليمن من إيران وعملاء إيران كانت مصر على الموعد، وأرسلت مصر قواتها الجوية وقواتها البحرية، وكانت مشاركتها مشاركة فاعلة وحقيقية في إنقاذ اليمن من التدخلات الفارسية واستعادتها لعمقها وحضنها العربي. لما قام تحالف إسلامي لمحاربة الإرهاب، مصر تملك نموذج قديم وصراع طويل مع جماعات الإرهاب بشتى أصنافها. اليوم التقت هي والسعودية في التحالف الدول المسلمة المكون من 39 دولة لمحاربة الإرهاب. إذن فنحن على كافة المستويات نتجه باتجاه واحد، ندفع بسياسات باتجاه واحد. قوة السعودية ومصر متحدتين هي قوة لكل الدول العربية. واليوم السعادة والفرح ليست مقتصرة على الشعب السعودي ولا على الشعب المصري. الشعوب العربية مثل ما ذكرت قبل قليل، الشعوب العربية والدول العربية والمحبين للشعوب العربية والدول العربية من شتى أنحاء العالم سيسعدون جدا بهذا التقارب وهذا التصعيد في بناء العلاقات الإيجابية. أستاذ أحمد اسمح لي أستاذ أسامة، ولا أنسى بس أزيد على كلام أستاذ عبد الله، والدور المصري في حرب تحرير الكويت والتواجد المصري القوي، كلما تلبية النداء نداء الأمة العربية تجد مصر في المقدمة. والدور المشهود اللي ما حد ينساه في حرب تحرير الكويت كان لمصر دور كبير جدا، ونفس الدور الآن اللي تقوم فيه سواء في 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 اليمن أو في أي دولة أخرى. السعودية استطاعت في الفترة الأخيرة أنها تطرد إيران من أفريقيا اللي تغلغلت فيها في الفترة الأخيرة بشكل كبير في عدد من الدول الأفريقية، استطاعت أنها تسيطر على جزء من اليمن لو ما التحرك السريع من الملك سلمان وطرد الحوثيين وإعلان حرب عاصفة الحزم. أستاذ أحمد، يعني نرجع للشق الاقتصادي. طبعا الظروف الاقتصادية العالمية النهاردة مش أحسن ظروف، العالم بيمر بفترة ركود، في نفس الوقت يعني ان الخروج منها، الدولة اللي هتخرج من هذه الفترة يعني متماسكة وسليمة دي هتبقى يعني حققت اكبر نجاح صح. كبير في وقت فيه احنا في بلد زي مصر، لا احنا معدلات نمونا كانت تراجعت جدا ومحتاجين اننا نرجع تاني نحطها زي ما قال الوزير النهاردة 8% في الصناعة، او زي ما الحكومة بتطمح لخمسة ونص لحد ما توصل للـ7% اللي كانت موجودة قبل 2011. في ظل الظروف دي ايه اللي ممكن يحصل بحيث انه يعمل الرجة اللي تحقق لمصر هذا النمو السريع وتحقق لرأس المال اللي ممكن يبقى متواجد سواء من المملكة العربية السعودية او من التحالف بتاعكم اللي فيه ايضا ناس من امارات ولبنان المشاركة فيه؟ ايه اللي مطلوب؟ ايه اللي ممكن يحصل يغير ده سريعا فيخلي الناس تقول هذا استثمار ناجح؟ انا شايف ان المعطيات كل يوم بتزداد. يعني مثلا لما احنا بدأنا ندرس المشروع بتاعنا في العين السخنة ده كان من حوالي 7-8 شهور، ويمكن قبليه كمان كان بفترة، لأن كنا فتحنا لمجموعة من المساهمين معنا في التحالف ده 3 مصانع للجيبسون بورد والسيمنت بورد والجيبسون باودر في شمال غرب خليج السويس. يمكن المعطيات ساعتها غير دلوقتي. النهارده زاد، لسه من يومين سمعنا عن جسر الملك سلمان اللي هيتفتح وقريب جدا، وده هيعمل زي ما كل الصحف ووكالات الانباء تنقلت على زياده حركه التجاره ما بين القارتين اسيا وافريقيا ل 200 مليار دولار. انا النهارده بالنسبه لي ده معطيات،
هقعد ادرسها، انا ازاي اقدر استفيد من ده؟ ازاي اقدر اشوف التبادل التجاري اللي ما بينه وما بين السعوديه اللي على مدار 10 سنين كان 100 مليار، ازاي اخليه 200 مليار و300 مليار من خلال جسر زي ده؟ انا النهارده العين السخنه بقت قريبه، زمان كنا بنتكلم ان اقرب حاجه للعين السخنه يعني حاجة كلنا نعرف ساعه المطار او التجمع الخامس، لا انا بعتبر النهارده العين السخنه بقت 40 كيلو لان ما بينه وما بين العاصمه الاداريه 40 كيلو. انا النهارده منطقه الجلاله اللي بتتعمل جديد دي هتزيد للمنطقه جامعه وهتزيد مدارس، يبقى انا اقدر هنا اكون مجتمعات عمرانيه جديده. كل المعطيات النهارده الحركه ما شاء الله في البلد في حركه قويه، ازاي بس ان انا اقدر احط الفرصه الاستثماريه بتاعتي للمستثمر اللي يجي يدخل معايا، عملت له الارض وجهزتها له وحطيت له فيها البنيه التحتيه، لان احنا من من الستة كيلو احنا في الشركات اللي معانا هتستوعب تقريبا من 2 ل 3 كيلو، في عندنا 3 كيلو تانية احنا قلنا نعمل الانفراستراكشر بتاع المشروع كله من الشركة، ثم نبدا نجيب معانا للمنطقه المتبقيه على مدار السبع سنوات اللي احنا اتكلمنا فيها مستثمرين، ازاي ان انا احط الخطه بتاعتي كلها ضمن المعطيات دي وابدا اشتغل عليها. طيب هنتوقف مع فاصل قصير ونرجع نستكمل هذا الكلام، لان لسه الكثير من الامور اللي محتاجه اننا نطرحها مع بعض، وخصوصا احنا بنتكلم في استثمار، فالاستثمار ليس فقط زي ما بعض المشاهدين قالوا لنا الاستثمار ليس فقط في الحجر، ولكن لابد ان يكون هناك استثمار في البشر. القاكم بعد الفاصل.